طبعا عشان ما في كرسي اجلس عليه بدل الشنطة، بس يلا مش مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا مرحبا بكم في فلوق من فلوقاتي. معاكم انا فاطمة الجاوي. ادري من زمان عن اليوتيوب، اصلا تغيرات كثير صارت في حياتي بعد ما تخرجت. نقلت السعودية، وبعدين ما نقلت السعودية، نقلت مكة، بعدين نقلت مكة، جيت نقلت على جدة، لكن كل حاجة متوقفة. حتسمع صوت صدى لانه ما في عرش في البيت. رحت اقضي كم مره، كلهم بعد الحج بعد الحج، فبصروا لي من الحين تحت الحج يقول لي لا، طب ليش بعد الحج؟ فطلع الوضع مو بس في مكه، لانه اهل مكه صراحه ما يحتفلوا بالحج، الحجاج هم اللي يحتفلوا، والزحمه يعني في كل مكان والطرق مسكسكه. لما طلعت جده اكتشفت ان الوضع لا والله، حتى في جده كله بعد الحج بعد الحج، وشكله كل المملكه زي كده، كلهم معلقين شغالهم على بعد الحج. طب انتوا مالكم؟ لا بعد الحج، يمكن هو عشان العيد. طب افهم ايش العيد، بس ما فهمت ايش بعد الحج، يعني من ايام القعدة وانا اسوي وما اسوي كله بعد الحج بعد الحج. anyways اليوم 10 ذو الحجة، كل سنة وانتم طيبين. رجعني انه صحيت الصباح، صاحبتي مرسلت لي رابط لعمر حسين، ففتحت المقطع وقعدت اتفرج. بعدين طلعت فيه الرسالة اللي انا رسلت له هي من 2017 مايو، يعني سنة ثلاث شهور. فقلت خلينا ننزل على حسه يعني مقطع، وان شاء الله على يده يمكن ابدا ارجع اليوتيوب وكذا. انا ما لي نية اني اقطع صراحه، بس الظروف مره يعني مش مطوعاني، فبتفرج المقطع معاكم. هي الدقيقه فاطمه 56 او الجاوي. الجاوي صح. جراند كانيون اريزونا، المعالم الامريكيه القديمه. الخط كيف عندي الصور هذه الى صديق الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمر حسين. رجاء خاص قبل ما ابدا، ممكن ما تحط ولا فاصل كتكوت في رسالتي، لانها دائما ما تشتت انتباهي من محترف. فما هي كتكوته، من كثر ما هي كتكوته حط فاصل. او ماي جاد، اليوم هو عيد ميلادي الف، ما راح اقول لكم، بس هو كان 24 ربع القرن الاول من عمري، ربع القرن يعني اول 25 سنة. صار لي في امريكا قرابة الست سنوات، واو، حيث شاهدت نضوجي على هذه الارض، حيث تجربة الابتعاث وما تلقنه للفرد على صواعد متفرقة في الشخصية. لا أخذ أني أشعر أن أريزونا هي منزلي منذ الأزل، وأصبحت أحدث السعوديين بلهجة بيتكم، أقصد السعودية. أنا الحين أقولها لأمي بيتكم وبيتي، أبيات السفر عندكم وعندنا. لقد أصبحت لا أطيق الغياب الطويل عن أريزونا ومنزلي، لنقل أن انشغالي بحياتي الجامعية وروتيني لهم الأثر الكبير خلف شعور الاستيطان وربما الاستقرار. ما لا يدرسه الآخرون أن الشعور بالاستيطان أو الاستقرار للدى المغترب هو شعور مهدر دائما أو مهدد، حيث يفوز الشعور بالغربة في مناسبات كثيرة. من ضمن هذه المناسبات هي المناسبات الشخصية كأعياد الميلاد والنجاحات العلمية، والمناسبات الدينية كرمضان والعيدين. المناسبات للمبتعث أو المغترب هي أمر مجهول، لأنه ببساطة لا يعرف مع من سيحتفل هذا اليوم. مناسبات المبتعث أو المغترب هي أمر مجهول، لأنه ببساطة لا يعرف مع من سيحتفل هذا اليوم. صح. من سيقدم له التهاني والتبريكات؟ من سيتذكر هذا اليوم من أصدقاء متواجدون؟ واو، فعلا فكر كم مغترب في كده في دائرتك الاجتماعية. لا شيء متوقع، قد يكون يوم مليء بالمفاجآت وقد يكون لا شيء، كله بمحض الصدفة. هنا تحديدا حيث تصيبنا الغربة في معقل، وتجلب الحنين للأهل والوطن، ونبدأ بالشكران والتذمر، بالنكران والتذمر، وربما الشتم وإلقاء اللوم على الغربة.
لقد مررت بأشكال مختلفة من أعياد الميلاد في ولايات مختلفة في أماكن لا يمكن أن يكون شبه الآخر. لا أذكر أن أي منهم كان مثالياً بالنسبة لي، وهناك دائماً أشخاص لم يتواجدوا من حولي على الرغم من توقع تواجدهم أو العكس. الجميل جداً في الموضوع أن الغربة تعلم المغترب قيمة اللام توقع. بأشكال الجميل جداً لا بأشكال مختلفة في مناسبات مختلفة، حتى يستطيع المغترب العيش مع المزيد من الغربة والمزيد من المفاجآت وبعيداً جداً عن توقع الأشياء المعتادة. وفي حتى هذه اللحظة لا أعلم ما الذي سيكون في يوم كهذا، غير أنني ستجه إلى البريد لإرسال هذه الرسالة إليك. وبالمناسبة أرفق في هذه الرسالة صورة هي بمثابة التعبير عن حبي لأريزونا، وردا للزميل عبد الله الذي سبق وأن أرسل صورة جاهزة معبرا حبه عن هذا عبد الله الدغيري التوفيق حيثما كان في مشروعه. الصورة هي من تصويري الشخصي. تصويري الشخصي عبد الله أرسل جاهز أنا تصوير شخصي. الصورة هي من تصويري الشخصي واحدة من عجائب الدنيا السبعة الجراند كانيون. تحية من ولاية السماء الساحرة من أريزونا صديقة البرنامج وحشتني فاطمة الجاوي أو جاوي وعندها الجاوي. أنا آسف يا فاطمة أني قرأت الرسالة. لا عادي مو مشكلة، أنا صرت أكبر سنة وشوية يعني. شكرا على أنك قرأتها. ايش سويت عيد ميلاد ال 18؟ خليني اقول لك ايش سويت في ال 17. في ال 17 خرجت مع اصدقائي من السودان رنيم، اهلا رنيم. ميسي سو ماتش والله. 18 كمان برضه غير متوقع بما انه كان تخرجي، فامي واختي زاروني لاول مره وكانوا موجودين معي بديك المناسبه. على فكره أمس كان يوم عرفة وأنا من مواليد يوم عرفة، كان المفروض ما حد ينسى يعني. فالهدية فين يا عمر حسين؟ كده إذا شوف الفيديو هذا يسوي منشن لعمر حسين. والله شكرا مرة إنك قريت الرسالة، ترى أنا على فكرة أنا نسيت يعني نسيت موضوعها أصلا. حلو إنك فكرتني. ليش كتبت الرسالة؟ كتبت الرسالة لأنه الفترة اللي مريت فيها ذاك الوقت أو تقريبا هي طول فترة ما أنا كنت موجودة هناك، كان في ناس من جد يعني أنا كنت أتمنى أني أنا أقضي معهم أيام أو مناسبات، أو أني ما كنت أتخيل يوم من الأيام أنه في مناسبة أو في يوم معين ما يكونوا موجودين. أنا كنت دائما أسمع أنه كن في الدنيا كأنك عابر وسبيل، بس اكتشفت انه الغربة نفس الدنيا يعني تمر مرة بسرعة قدامك. الانسان اللي معك اليوم في الكلاس بكرة ما هو موجود، يعني تلاقيه ربي سخر له بجامعة في ولاية ثانية ولا انه رجع السعودية ولا صار له ضرب ولا مدري ايش، يعني بسرعة 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 يعني ما يعني انا هنا جالسة اليوم ماني مستوعبة عندي الحين انه 6 سنين يعني جريت مرة بسرعة، والناس شفتهم وناس عاشرتهم وناس فارقتهم وناس بكيت عليهم. المبتعثين والمغتربين يتعلقوا في بعض مرة بسرعة ويفارقوا على قد ما يفارقوا بعض، يعني عارفين انهم حيفارقوا بعض مرة بسرعة بس حيتعلقوا في بعض مرة بسرعة. وعشان كذا من النوع اللي الذكريات اللي يسووها كواليتي مو كوانتيتي. هذه التجربة اللي انا مريت فيها الشخصية، يعني ما كان هدفي في الرسالة اني انا ابين انه انا فاطمة انا الوحيد اللي بمر بهذا الموقف الصعب ولا شيء، لا بالعكس. كنت ابغى ابين للناس انه ترى المبتعثين المغتربين ما زالت فئة مهمشة في المجتمع. عشان كده بعد الفترة هذه انا يعني سويت قناة وكنت اكتب عن كنت اسوي فيديوهات عن تجاربي وكده وإرشادات ونصائح، وبعدين سويت شيء كوميدي. بس يعني ما أتوقع إنه الناس، لأنه ما القناة ما لاقت جمهور كبير، ما أعرف إيش السبب، بس اللي أنا متأكدة منه إنه ما أتوقع إنه أنا رسالتي وصلت للناس. الشيء الثاني إنه أنا أثر فيني هذا الموضوع، يعني لدرجة إنه أنا صرت من أول الناس اللي سورياتي خدمتنا أكلمها في الأعياد أتصل عليها
ما بين وقت ووقت ارسل لها. فانتوا كمان اذا عندكم سواق او تعرفوا مقترب او خدامه او زي كذا يعني نفس الوضع، اعياد جمع اعياد ميلادهم حاولوا تقضوا معاهم وقت يعني، وتسالوا عنهم او تتذكروهم. اتوقع لين هنا خلاص كذا ما في حاجه. بقول مره ثانيه شكرا يا عمر حسين. اذا عجبتكم القناه اول شيء روحوا خذوا لكم فرق في القناه، اذا عجبكم المحتوى سووا اشتراك للقناه. وعلى فكره الحمد لله الف مبروك باركولي، سويت حساب في باتريون، فاللي حاسس انه القناه هذه بتقدم له شيء مفيد يدعمني فيها على باتريون، وكمان اللايك ومشاركة الحلقة ان شاء الله بإذن الله. انا ناوية يعني بس استقر نفسيا كمان، وعندي مواضيع مرة كثير ومرة متحمسة اني ارجع. بس دعواتكم، I love you so much, see you.